السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه البطاقات، فكرته حلوة وجميلة. دي صور القرآن كلها، فأي صورة أنت ممكن تختارها فيبدأ يديك معلومات عن الصورة ديت، عدد الآيات بتاعتها، معنى اسمها، سبب تسميتها، الأسماء ليها لو ليها أكتر من اسم، المقصد العام بتاعها، سبب النزول بتاعتها، الفضل بتاعتها، الأحاديث الصحيحة، المناسبات اللي فيها. تمام، تقدر تحمل بعد كده البطاقة، تمام، ملف PDF او ملف MP3 او تتفرج عليها فيديو على اليوتيوب. فهو بيديك معلومات عن الصور لو انت عايز تقرأها او انت عايز مثلا تحفظها، فدي بتسهل عليك. مثلا صورة صاد مثلا ليه سميت بالاسم دوت، اسمائها لو في اكتر من اسم، مثلا صاد ممكن تسمى سورة داود، المقصد العام، سبب النزول، الفضل بتاعها لو في اي حدث خاص بيها، المناسبات. فموقع جميل ان شاء الله يعجبكم باذن الله.